عن طريق قناتكم الكريمة نطمن جميع العراقيين أن جميع السدود والسدات تعمل بشكل طبيعي ومؤمنة بشكل كامل، وتستوعب الموجات الفيضانية التي حقيقة تردنا، ونقوم بتصريفها بشكل انسيابي إلى مجاري الأنهر في المناطق عالية سد السامراء، نقوم بتصريفها إلى بحيرة الثرثار بشكل آمن، وفي المناطق الجنوبية نقوم بتصريفها إلى الأهوار الشرقية والأهوار الوسطى. نعم. نعم سيد مهدي، لكن توجد سدود لا تتحمل، لا يوجد فيها طاقة استيعابية من السيول وكميات الأمطار التي فيها الآن، يعني توجد سدود قابليتها مثلا 100 متر مكعب كارتفاع، أتحدث هنا عن الارتفاع. لا حقيقة يعني أغلب السدود لديها فراغ خزني، هناك منسوب تشغيلي وهناك منسوب فيضاني. المنسوب التشغيلي نصل إليه في الظروف الطبيعية، المنسوب الفيضاني هو ارتفاع مخصص لمثل هذه الحالات، فنحن في بعض السدود وصلنا إلى هذه المناسيب ولدينا فراغ خزني فيها حقيقة. في سد حمرين لدينا فراغ خزني بالمنسوب الفيضاني، في سد دربندخان كذلك، وفي سد دوكان، وفي سد الموصل، وحقيقة وفي سد العظيم أغلب سدودنا ما زال لديها فراغ خزني بالإمكان التعامل به في مثل هذه الحالات.